النهاردة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب Modern Sciences and Arts University بنحتفل بحفل التخرج بتاعة دفعة 2010-2011 لجميع الكليات بتاعتنا، وحفلة النهاردة بالذات للكليات الأدبية. الشعور يعني مختلف من السنة اللي فاتت للسنة دي. السنة اللي فاتت أنا كنت زيهم، كنت بتخرج وكنت باري من بورنيطة بقى على الروب كده. السنة دي أنا شغال في الجامعة، بحاول أساعد الخارجين يعني على النظام، هم هيدخلوا إمتى، هيدخلوا إزاي، وبنحاول ناخد منهم شوية معلومات عشان لما يتخرجوا بعد كده هنعرف يعني هنكلمهم يعني في سنوات بعد كده إن شاء الله، وهنجمعهم كلهم عشان هيقابلوا بعض بعد سنين بقى، يعني بعد مثلا بعد 5 سنين ولا 10 سنين يعني هنعمل لهم حفلة كده صغيرة. حفل التخرج بيعتبر زفاف الحقيقي للشباب، لأن حتى في الأفراح بتلاقي ده بنته هتسيب البيت فمش حاسس بالسعادة كلها، لكن التخرج بقى ما فيش ولي أمر مش فرحان، أدى رسالته وربى ابنه وبنته أحسن تربية وتخرج بكل القيم والنجاحات والعلم اللي هيخلي الحياة دايما متطورة ومتقدمة. فما في أدنى شك أن إحساسي أنا بقى، أنا بحس بسعادتهم كله، بحس بقد سعادتهم كله. كل واحد بيبقى عنده بلان، وأنا كانت البلان بتاعتي أن أنا بقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة أنا اتخرجت في شهر يناير 2011 وتعينت لسه في شهر سبتمبر اللي فات. ففي الوقت اللي فات ده خدت كورسز واشتغلت في شركة تانية برة as a financial specialist، ودلوقتي بس أنا كان عندي بلان أن أنا بقى معيدة في MSA. الحمد لله عملت كذا انترفيو والحمد لله أنا اتقابلت ودلوقتي أنا معيدة في MSA. فأنا بقول لأي حد لو عايز تبقى ناجح في حياتك لازم يبقى عندك بلان. لو أنت عندك بلان وفي حاجة مخطط لها تقدر توصل لها.